عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شهر رمضان، أي في مثل هذه الجمعة، فلما بصر بي قال صلى الله عليه وآله: يا جابر، هذه آخر جمعة من شهر رمضان، فودعه وقل: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما، فإنه من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين، إما ببلوغ شهر رمضان من قابل، وإما بغفران الله ورحمته. إنها آخر جمعة من هذا الشهر الكريم، إنها جمعة الحصاد، إنها جمعة حصاد الثمار التي حاول هذا المؤمن جاهداً أن يزرع بذرها في أول هذا الشهر ليحصد ثمارها في آخره. إن هذه الجمعة وهي الجمعة اليتيمة، الجمعة التي فيها يكون المؤمن قد تنور وجهه بنور الإيمان، وذلك بعد أن اجتاز ليلة هي خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ومن هنا على المؤمن في هذا الشهر وهو يودع هذا الشهر عليه أن يحافظ على مكتسبات هذا الشهر، يحافظ على هذه المكتسبات العظيمة. هذا الشهر المبارك عودك على تلاوة القرآن، فعليك بالاستمرار على تلاوة القرآن في غيره من الشهور، لا أن يكون للقرآن الهجران بعد شهر رمضان. عودك على الدعاء والتهجد وقيام الليل، فعليك أن تتخذها عادة لك ما أمكنك ذلك في غيره من الشهور. عودك على ترك العادات السيئة والاقتراب من العادات الطيبة، على صلة الأرحام، على مساعدة الفقراء والمحتاجين، فلتكن تلك عادة لك في غيره من الشهور، لتكون في محل رضا الله سبحانه وتعالى على الدوام. إنه شهر الله، إنه شهر الطاعة، إنه شهر الرحمة، إنه شهر المغفرة. هذه الجمعة إذن ليست هي النهاية لهذا الشهر، بل هي البداية لمكتسبات هذا الشهر، ولنجعلها بوابة للتزود من كل تلك الفضائل والصفات الحسنة التي يرضيها الله سبحانه وتعالى ويرضاها منا. وهذه الجمعة إذن هي جمعة الطاعة، إلى جانب ذلك هي جمعة المسلمين جميعا، هي جمعة استيقاظ المسلمين، هي جمعة ذلك الشعب المظلوم المهضوم مما قام به المجرمون الصهاينة الغاصبون، فهو يوم للقدس العالمي.
وقد أعلنها الإمام عليه الرحمة بعد 4 أشهر من نزول النصر من السماء، أو 6 أشهر. أدعو جميع مسلمي العالم، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. تفضل يا شيخ، استفيد. قال عليه الرحمة: أدعو جميع مسلمي العالم إلى اعتبار آخر جمعة من شهر رمضان المبارك التي هي من أيام القدر، ويمكن أن تكون حاسمة في تعيين مصير الشعب الفلسطيني يوما للقدس، وأن يعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمي للمسلمين دفاعهم عن الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني المسلم. فهذا اليوم وهذه الجمعة هي جمعة النداء، تلبية النداء، هي جمعة المواساة، هي جمعة الوقفة التضامنية من جميع أحرار العالم مع شعب فلسطين المظلوم. وهي من القضايا والرموز الكبرى التي أعلن عنها هذا الإمام المقدس، وجعلها يوما خاصا للإحياء وتجديد العهد والعمل وفق ما يقتضيه الحدث أو القضية، حيث أعلن عليه الرحمة يوما عالميا لها، وذلك في مثل هذه الجمعة الأخيرة من شهر الله من كل عام. هذا اليوم لم يحدده الإمام أعلى الله مقامه يوما خاصا للمسلمين، فلم يقل اليوم الإسلامي للقدس، وإنما عولم وجعله عالميا، عولمه وجعله عالميا، فقال اليوم العالمي. وهذا له مدلولاته، لأن قضية القدس قضية الشعب المظلوم في فلسطين لا يختص بديانة دون أخرى، ولا يختص بمذهب دون آخر، وإنما هو يخاطب ضمير العالم الإنساني، فهي قضية إنسانية قبل أن تكون قضية إسلامية أو عربية أو قطرية أو إقليمية. لماذا جعلها أعلى الله مقامه عالمية وجعله يوما عالميا؟ جعله يوما عالميا ذلك لإعطاء هذا اليوم أو القضية بعدها العالمي كنموذج للصراع بين الحق والباطل. القضية هنا قضية صراع بين الحق والباطل، صراع بين الخير والشر، صراع بين المستكبرين والمستضعفين، وهذا الصراع قائم من لدن آدم إلى قيام الساعة، صراع بين قوى الظلام وقوى الخير. فالإمام أعطاها هذا البعد العالمي للإشارة إلى هذا الجانب في القضية، فقوقعت القضية في إقليم معين أو في دين معين أو في قومية معينة، هذا ليس من منهج الإمام على الله مقامه. وإن كان المسلمون هم أولى من غيرهم بهذه القضية باعتبار
أن القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومهبط الأنبياء والرسل والملائكة ومسرى نبينا مصطفى محمد فله كل هذه الخصوصية وله كل هذه الأبعاد. ولهذا يقول في موضع آخر على الله مقامه: يوم القدس يوم عالمي، ليس فقط يوما خاصا بالقدس، إنه يوم مواجهة المستضعفين مع المستكبرين. هذا البعد وهذه النظرة في ذلك الوقت وفي تلك الفترة التي كادت أن تنسى القضية والتي كادت أن تهمش القضية، فأحياها أعلى الله مقامه من جديد. لماذا شهر رمضان ولماذا يوم الجمعة بالذات؟ شهر رمضان شهر الوحدة بين المسلمين، ففي السابع عشر أو في الثاني عشر وقيل الحادي عشر من شهر رمضان كان يوم التآخي، يوم التآلف، يوم التوحد، يوم الوحدة، يوم التماسك، يوم التكاتف، الذي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وهذا له أبعاده وله دلالاته. فحصول إعلان هذا اليوم في هذا الشهر الذي امتاز بهذه الميزات له دلالته التي لا تخفى على ذوي الألباب. وكذلك هو شهر الانتصارات، هذا شهر الله، شهر الانتصارات. ففي هذا الشهر المبارك كان فتح مكة، وهو من أعظم الفتوحات الإسلامية. فكأنما إمام الأمة على الله مقامه يستشرف هذا الانتصار لهذه القضية. وما أدراك أن يكون ذلك الانتصار في هذا الشهر أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى عبر عن فتح مكة بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح الذي ما بعده فتح. فإذا شهر رمضان موسم النصر، موسم الفتح، وهذا إذا له دلالته ورمزيته أن يكون في هذا الشهر هو يوم أيضا آخر يستوحي المسلمون من خلاله الانتصار للإسلام والعزة والكرامة للإنسانية جمعاء. وإذا كانت هذه الرمزية للشهر المبارك، فماذا تعني الرمزية لآخر جمعة من شهر رمضان؟ لماذا لا تكون هذه المناسبة وهذه الوقفة التضامنية مثلا في أول جمعة من شهر رمضان؟ فهي أيضا جمعة مباركة، جمعة يستقبل فيها المسلمون شهر الله سبحانه وتعالى. لماذا لا يكون مثلا في منتصفه أو الجمعة الثانية؟ لماذا آخر جمعة من شهر رمضان؟ لعلنا أحيانا نتساءل لماذا هذا التحديد لهذه الجمعة الأخيرة. من المعلوم لنا جميعا أن هذه الجمعة تختصر خيرات الشهر كله. هذه الجمعة الآن أنت روحيتك، طاقتك الإيمانية، روحيتك، قربك من الله سبحانه وتعالى ازداد يوما بعد يوم في هذا الشهر. ووضعك الروحي والمعنوي والنفسي لا يمكن أن تساويه بأول جمعة من شهر رمضان.
استعداداتك أصبحت أفضل، معنوياتك أفضل، قربك من الله أفضل. فهذه الجمعة الأخيرة تختصر خيرات الشهر كله. إضافة إلى أن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان تأتي بعد ليلة القدر، أليس كذلك؟ وليلة القدر هي ليلة العروج، ليلة تصفية هذه الذات والنفس من كل الشوائب. والله سبحانه وتعالى في مواقع المواجهة مع الظالم والمستكبر يريد نفسا قوية ومعنويات عالية، يريد إيمانا قويا. فلو كان الإيمان ضعف أو الطاقة قلت عند هذا الإنسان فإنه سوف يتذبذب في الطريق، ولعله يأخذه الخوف والهلع والجزع من المواجهة مع المستكبر والظالم. فكأنما اختيار هذه الجمعة لها دلالتها المعنوية أيضا، وإعطاء هذا الدرس البليغ في أن المسلمين في آخر جمعة من شهر رمضان قد أخذوا كل هذه الخيرات وكسبوا كل تلك الميزات لهذا الشهر، وتقووا بهذه الأيام من الجانب الإيماني والنفسي والعقلي والفكري بما يجعلهم يقفون ثابتين لتحقيق الانتصار في وجه المستكبر والظالم. فاختيار هذه الجمعة له دلالتها المعنوية ولها دلالتها كذلك الإيمانية والدينية. هذه الجمعة إذن هي إعلان التضامن الإسلامي في وجه هذا الكيان الغاصب الذي دأب على استضعاف ذلك الشعب، ودأب على التبجح والتغطرس والتجبر والتكبر على المستضعفين في العالم، واعتبر نفسه أنه هو القوة التي لا يمكن أن تندحر، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يندحر هذا الكيان ويمرغ أنفه بالتراب بفضل جهاد أولئك الأبطال البواسل. في الوقت الذي فيه يصطلي ذلك الشعب بنيران هذا الاحتلال وهذا الكيان الغاصب، ما أحوج الأمة إلى هذا اليوم؟ ما أحوج الأمة إلى اتخاذ هذا اليوم منطلقا إلى نصرة القضية الأم وإعلان المواجهة إلى العدو الحقيقي الغاصب الذي هو رابض على صدر الأمة الإسلامية والعربية؟ هذا الكيان سيندحر يوما وسيتلاشى يوما، وسترفع رايات الناصر على أسوار القدس قريبا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأمة الإسلامية والعربية إلى نصرة هذه القضية المحورية والمركزية، وأن يعجل لولي أمرنا بالظهور والفرج، وأن يحقق النصر على يديه. إلهي آمين.